حول تفتكرني من أحلى ما غنى العندليب الأسمر كلمات محمد حمزة ألحان بليغ حمدي. 30 مارس 77 ذكرى وفاة العندليب، 30 مارس 76 ذكرى يوم الأرض، يعني توا 37 سنة. بالمناسبة هذه حبينا نخصوا بلاتو للحديث على هذه الذكرى اللي تزعل قلوب كل الأمة العربية. نحب نرحب بضيفنا الأستاذ سليمان الهاتفي اللي هو سعادة سفير فلسطين في تونس. مرحبا بك، صباح النور. صباح الخير. مرحبا، شكرا لقبولك دعوتنا للحديث وإحياء ذكرى يوم الأرض. أهلا بك خالد عبيد معنا، محللنا التاريخي والسياسي. مرحبا بك. وبيك عايش. احنا اليوم باش نتحدثوا على 30 مارس، ولكن زادا جاء بعد 30 مارس زادا ذكرى أخرى مؤلمة مش ممكن ننساوها، وأكيد الشعب الفلسطيني الكل يعني يتذكر التاريخ المؤلم هذاك. 29 مارس 2002، كان تحط لنا الموضوع في إطار من خلال زوز تواريخ هذوما. هو بعجالة 30 مارس 1976 يمثل يوم الأرض الفلسطيني، واللي ظهر فيه معناها سكان الفلسطينيين اخوتنا الفلسطينيين في فلسطين، ما يعرف بفلسطين 1948. وكان من اجل الارض والدفاع عن الارض باش انه ما يستوليش عليها العدو الصهيوني. وكانت نتيجه انه استشهد 6 من الفلسطينيين انذاك. وبالنسبه ل 29 مارس 2002 يمثل ذكرى اليمه، وهو الاجتياح الصهيوني للضفه الغربيه. نعم. ومحاصره خاصه مقر اقامه وقياده الزعيم الشهير الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات. وايضا وبالاخص الاجتياح وتدمير مخيم جنين والجرائم التي ارتكبت في هذا المخيم، ولنخليك الفرصه باش تحدث عليها من خلال باش نشوفوا جزء يعني حضرتونا. خالد نشاهدوا مع بعضنا ثم نعود للحديث. هذه لقطة نجم نقوله. سعادة سفي، يعني في كل سنة نحيي ذكرى الأرض، شنو اللي تحسه؟ ولو أنه هو شعور دائم ماهوش مرتبط بهذا التاريخ فحسب، ولكن في هذا اليوم شنو اللي ممكن تقوله؟ شنو إحساسك في مثل هذه المناسبة؟ كما تعلم أولا أن الصراع الأساسي بيننا وبين العدو الإسرائيلي هي على الأرض، وصراع وجود دائما وأبدا. كان الإسرائيلي يدعي مقولات أن هذه الأرض بلا شعب، لدعائهم أنهم شعب بلا أرض. وبالتالي كان موضوع الأرض موضوع هام جدا وأساسي بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني، أولا لتمسكه التاريخي بأرضه، وثانيا تمسكوا بتاريخه وبماضيه وبمستقبله وبوجوده على الكياني كشعب له انتماء لهذه عبر التاريخ. وبالتالي الأرض هي رمز لنضال الشعب الفلسطيني، سواء هي عبر النضال ضد الاستيطان أو عبر النضال ضد انهاء الاحتلال. وكان دائما وأبدا عنوان الأساسي للإسرائيليين هو الاستيلاء على الأرض، أي الاستيطان. وبالتالي يعني هو الاستعمار الاستيطاني المكثف من قبل العصابة الصهيونية في فلسطين، مقتدين أيضا بالعقلية الاستيطانية الأمريكية للاستيطان في الولايات المتحدة الأمريكية، وطرد الهنود الحمر، واعتبار الشعب الفلسطيني أنه شعب دخيل على هذه الأرض. نعم. عكس هي الواقع الحقيقي. أثبت عبر التاريخ أن الشعب الفلسطيني شعب كنعاني متمسك بأرضه، متمسك بتاريخه، متمسك بعاداته، متمسك بتقاليده. ومن هنا جاءت ذكرى يوم الأرض دائما وأبدا لإعلان للعالم أن الشعب الفلسطيني شعب حي وشعب متمسك بحقوقه، متمسك بأرضه، متمسك بحقه التاريخي في قيام دولته
المستقلة على أرض فلسطين. نعم، يعني يوم الأرض هو رمز، ولكن في نفس الوقت كيفاش نجم نقوله اليوم أمام المتغيرات السياسية اللي يشهدها العالم، وأمام يعني كل الضغوطات اللي يعيشها الشعب الفلسطيني، كيفاش ممكن تمثل يعني وحدة الشعب الفلسطيني الحل لتجاوز الصعوبات؟ مما لا شك في أن عندما انطلق يوم الأرض انطلق من فئة من الشعب الفلسطيني التي خيل للعدو الإسرائيلي أنها هي استكانت واندمجت ونسيت أنها جزء من الشعب الفلسطيني، وهو الفلسطينيين في 48 وسقط منهم الشهداء، ليقولوا للعالم أن الشعب الفلسطيني مهما تغيرت عليه الظروف، مهما تغيرت عليه الأحوال والقمع وسياسة التمييز العنصري التي تمارس عليه في إسرائيل، لن ينسى أرضه ولن ينسى انتماءه لهذه الأرض، وأن هذه الأرض هي أرض عربية وأرض فلسطينية لا يمكن تغيير هويتها بقرار هنا أو قرار هناك. وهذه الوحدة التي تجسدت في الأرض الفلسطينية في 48 لقيت صدى لها في كل أنحاء فلسطين، من الناقورة إلى رفح، ومن رفح إلى جنين. وبالتالي كانت وحدة الشعب الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة وخارج الأرض المحتلة في أراضي الشتات. ونحن اليوم بهذه المناسبة نحيي أشقائنا في تونس الذين دائما وأبدا ومنذ عام 1976 يحيوا هذه الذكرى وكأنها ذكرى وطنية، نحييهم على هذه الوقفة الأخوية الصادقة الصدوقة مع شعبنا المناضل والذي يجاهد من أجل تحرير الأرض والإنسان. إن شاء الله نقتدي بثورتكم يعني ونقتدي بنضاركم التونسي، وإحنا شعب واحد يعني ما في شك. خالد، كيفاش نجموا نتجاوزوا ربما المفاهيم المناسباتية للحديث عن الواقع؟ يعني كيفاش نجموا نحقوا في المستقبل نتجاوز الرمزية الأهداف محقة؟ يعني كيف يمكن للشعب الفلسطيني تجاوز كل الصعوبات؟ كيفاش ممكن أنه نحلوا هذا الجانب من ناحية سياسية؟ لأنه التاريخ، وانت تعرف كي تحلل التاريخ ممكن تستشرف زاد المستقبل. كيفاش تشوفوا يعني الوضع؟ ممكن احنا نشوفوه بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة للشعب الفلسطيني أنه يزمو يشعر أنه ما عنده حل غير أنه يتوحد، الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة، لأن العدو معروف والعدو موحد. وقت بدأ العدو الصهيوني عنده أي مشكلة تعترضه، كل العناصر الصهيونية تنسى مشاكلها وتنسى خلافاتها وصراعاتها وتتوحد ضد العدو اللي يواجههم. نفس الشيء بكل أسف ما لاحظنا في فترات تاريخية معينة بالنسبة للتاريخ نضال الشعب الفلسطيني ضد الصهيونية، أنه معنى هذه المظاهر الوحدة لم تكن دائما موجودة، بل وصل الاقتتال الفلسطيني الداخلي أحيانا إلى أشده. لكن هنا تدخل أيضا عوامل إقليمية، بعض الدول العربية المشرقية بكل أسف إلى تغذي هذا الصراع ضد معنى هذا الشق ضد الشق الآخر، وكانت نتيجته في بعض الأحيان كارثية على القضية الفلسطينية. لكن على الأقل بالنسبة للفلسطينيين نجموا يستلهموا من خلال هذه الذكرى، ذكرى يوم الأرض اللي توحد فيها كما قال سعادة السفير الشعب الفلسطيني من أقصى فلسطين إلى أقصى فلسطين، توحد حول قضية مركزية وهي أنه الدفاع عن الأرض. لأن العدو الصهيوني وقت بدأ يتغلغل في أرض فلسطين المغتصبة بدأ يتغلغلها من خلال الاستيلاء التدريجي والمقنن على الأرض، يستولي على الأرض شيئا فشيئا، وعمل استراتيجية كاملة من أجل أنه يستولي على الأرض هذه. وهذا معنى معطى أساسي يعني. نعم، مش نشوفه جزء آخر لأنه يظهر لي عادينا شوي بركة المعلومة لنا، خلينا نشوف مقطع أطول من هذاك من جنين ومن بعد نرجع نتحدث. تنخربونا يا كل ما نبني بيت تنهدمونا يا تن ما نخلف ولد قتلونا يا شو ظلنا شو ظلنا؟ قتلوا الأمل، قتلوا زهرة الحب اللي بقلبنا. شو ذنب العمارات هاي؟ شو ذنب؟ شو ذنب الولد اللي مات؟ لسه منطول شهداء من تحت الأنقاض لسه، وقول لك جاي اللجنة. ليش قرارات العالم كلها بتطبق علينا بس على إسرائيل؟ لا يا عالم، وينك يا الله؟ استغفر الله العظيم يا رب. حبيتي
أي أرض ندور فيها. نزحنا أول مرة أهلنا نزحوا أبوتنا أول مرة نزحنا تاني مرة مرة تاني ننزح يعني وين نروح حقيقة أنا ما بدي أروح. يمكن أبوي متعلمش من سيدي وسيدي متعلمش من سيدي اللي قبليه من أبوه اللي قبليه بس لا أنا حطينا إحنا جيلنا جديد حطينا حد نتعلم أولادنا مش إحنا إنه فيش مجال النزوح أكثر من هيك بكفي يعني النزوح راكب المفروض النزوح يكون عكسي مش بالتراد لقدام النزوح ضلوا لا هالمرة إحنا نفكر يكون نزوح عكسي بكفي خلاص عاد ثلاث نكبات يعني أربع نكبات لو أنت نعود كنقول لكم شكون اللي حاطط المصوره توا تخلف الشون سي لطفي الرحموني يجي الكروز بليدي ويجي سده يلتقط الصور هي خاطر بلوش نرجع للانتي يعني سعاده السفير الى اي مدى رجت الثورات العربيه اللي حصلت اسرائيل ثم انطفأ ذاك البريق يعني نوعا ما باش نرجع لك بالسؤال نفسه ليك خالد لا شك انه اي حراك عربي يؤثر على فلسطين سلبا او ايجابا في الحقيقه يعني ربما الحراك العربي اعطى مجال اوسع وافسح للجمهور العربي ان يعبر عن نفسه بحريه اكثر لاتجاه تضامنه مع الشعب الفلسطيني ولكن في نفس الوقت هو أعطى نوع من التقييد لحرية الدول لالتهاء في مشاكلها الداخلية نأمل أن لا يطول هذا الربيع العربي وأن يصبح خريفا نأمل أنه تتوحد الجهود أكثر وخاصة نحن قلقين جدا عن الوضع في المنطقة العربية في الشرق لما له من تأثير مباشر على القضية الفلسطينية لأن هنا نعلق كل الأمال على تونس لأن التجربة التونسية في التعددية وفي الديمقراطية تجربة هامة جدا للنسج على منوالها للدول الأخرى ما يجري في تونس من هذا التحول الديمقراطي اللا عنفي بأقل الخسائر نأمل من الله أن لا يطول كثيرا وأن يكلل بعملية انهاء الدستور وبناء الديمقراطية بناء الديمقراطية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على النظام العربي بشكل عام وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص يعني خالد حسينا أول ما صارت يعني الثورة في تونس وفي مصر أن إسرائيل يعني بالخطورة اللي تشكلها هي وبالقوة متاحة ترجت شوي من بعد تغير ذاك الشعور ما عادش عندنا كيما على معناتها في الاول مع الخطر خاصه بالنسبه لما حدث في تونس يعتبر نوع من الصدمه اللي حدث بالنسبه للكيان الصهيوني انه خاصه بعد ان الصدمه اللي حدثت في تونس وبعد تالي صار معناها ارتجاج في مصر معناها ارتدادي في مصر هذا كان عنده انعكاس سلبي على الكيان الصهيوني باعتبار انه معناها ما كانش يتوقع ان باش تحدث بمثل هذه السرعه وبهذه الطريقه ولا يخاف على مصالحه لكن تمكن في ظرف وجيز من أنه يمتص الصدمة هذه خاصة مع ما حدث فيما بعد بالنسبة لليبيا وسوريا ولكن معنا احنا ليش حبينا نتحدثوا على مسألة الاعتداء الصهيوني عام 2002 29 مارس على خاطر بالضبط معنا من خلال هذا الاعتداء نفهموا أن القضية المركزية بالنسبة لكل العرب ولكل المسلمين تبقى دائما وقضية ذات الأولوية القصوى هي القضية الفلسطينية لخاطر حدث يوم 29 مارس 2002 هو حدث ارتكب فيه العدو صهيوني مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية خاصة ودمر تدميرا مخيم جنين بالكامل وثم حتى شهداء معناها اقتلهم معناها دمر الأرض ودمر المباني على الشهداء معناها الناس مازالوا حيين وقتلهم ثم حتى ناس استسلموا مقاومين وقتلهم معنى هذه جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني حاصر مقر قيادة الزعيم الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات إلا أطلق أنا ذاك وأنا واحد من الناس شاهد عيان من خلال وسائل الإعلام صيحات استغاثة لكل العرب ولم ينجدوا أي كان ونعرف بعد تالي ماذا كان مصير الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وبالتالي أعتقد أن الكيان الصهيوني وقت باش نربطه علاش حبينا نربطه نبينوا أن الكيان الصهيوني صحيح تمكن من أنه يمتص
الصدمة وهو الآن أعتقد أنه فرح جدا أن سوريا سيقع تفتيتها، ستتفتت سوريا ولن يصبح هناك كيان اسمه سوريا بس ستصبح هناك سوريات. وبالتالي معناها نعاود نقولها أنه إذا كان ثم معناها الثورة التونسية، معناها إذا كان معناها رينا أحنا العديد من أبنائنا التوانسة مشاو إلى سوريا يعتقدوا أن الجهاد هناك في سوريا، قل لهم راكم أخطأتوا البوصلة، راهو الجهاد هو في أرض فلسطين إلا مختصبة منذ عقود وعقود وسكانها يستغيثوا معناها جراء الطغيان وجراء القمع والوحشية الإسرائيلية الصهيونية ضدهم، وما من مجيب إلى حد يومنا الحالي. نعم، حتى نختم سعادة السفير، كلمة أخيرة في مثل هذا اليوم إحياء ذكرى يوم الأرض. أولا قبل كل شيء تحية للشعب، شعبنا في تونس الذي كان دوما وأبدا إلى جانب أشقائه في فلسطين. في هذه المناسبة اليوم تجري مسيرة من في حوالي تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر بعد الزوال من ساحة 14 جانفي إلى متجهة إلى سفارة فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وهذا قرار اتخذه المنتدى الاجتماعي العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار يوم 30 من مارس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه الحدث الدولي الذي تحتضنه تونس. ونأمل من الجميع المشاركة، ومرة أخرى نكرر شكرنا وعرفاننا وتقديرنا لهذا الشعب الذي وقف دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني. هذا هو يجب. شكرا لك سعد سفير، شكرا على حضورك، يومك سعيد. شكرا خالد، كلمة ختام. كلمة أخيرة معنا تعقيب على كلام سعد السفير، الشعب التونسي منذ أن اغتصبت أرض فلسطين وهو تفاعل مع هذا الاغتصاب ومشى حتى تطوع العديد من أبناء الشعب الفلسطيني مشيا على الأقدام إلى أرض فلسطين، ومنهم قادة من المقاومة معروفين كما لازهر شرايتي وغيره. يا حبذا أنها معناها البوصلة تتبدل وراهي فلسطين ماشي سوريا. نعم، شكرا لك خالد. نمشي للطقس ونصل لقنا الصباحي.